السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دايمين لا مشانال. جيسبر إن شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة. وصفة اليوم ستكون وصفة للكرش، أو بالأحرى التخلص من الكرش اللي دائما خلق لنا عائق في حياتنا اليومية. أكيد كل سيدة كتفرج في هاد لا فيديو وعندها الكرش هي اللي عارفة يعني المعاناة اللي كتعاني منها في حياتها اليومية، في منزلها، في عملها. فدائما كتكون يعني شي حاجة اللي دائما خلق لنا مشكل، خصوصا الكرش اللي دائما ما كنبغيوهاش، كنبغيو دائما بطن مسطح. ولكن اليوم إن شاء الله جيتكم بهاد الوصفة الماهلة والسهلة واللي بسيطة أكيد باش تخلصوا من الكرش، وهي كريم سحري للتخلص من الكرش. ما عليكم إلا تشوفوا طريقة التحضير، أيضا المكونات، وكم ستعرفوا كيفاش غادي تعملوا الطريقة، وكم سأوسي تعرفوا كيفاش غادي تطبقوها على الكرش ديالكم باش إن شاء الله تختفي من الأسبوع الأول. دابا غنمشيو للمكونات وطريقة التحضير. أول مكون ستحتاجون إليه هو كريم. انا هنا خديت واحد الكريم اللي دائما كنستعملوه، هو كريم الافوكادو اللي دائما كنهضر لكم عليه اللي بدون يعني ما نذكر الاسم ديالو. اي كريم ممكن يعني يوتي الجسم ديالكم فممكن تاخذوه، ماشي بالضبط الكريم اللي دائما كناخذ انا او لا تاخذ فتاه اخرى. فاي كريم سائل يكون ثمن ديالو رخيص باي نكهه خذوه، غير هو يجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. انا هنا وضعته في علبه نيفيا كانت عندي فارغه، وضعته هنا كيجي سائل. ايضا ستحتاجون الى الكركم، وثالث مكون ستحتاجون اليه هو القرفة اللي كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنا ما طحنتهاش مزيان، او بالاحرى هي ما مطحوناش مزيان، ممكن تطحنوها تتولي بودرة، تسحقوها يعني تولي بودرة يكون احسن وافضل كذلك. كوم سافاش تبغيو تطبقوها على الكرش ديالكم تجيكم هي هذيك، وسي يعني الوصفة تجيكم مشبرة يعني بعضها البعض، تجي مقادة ليكم. ودابا غندير المكونات، كوم ستشوفوا طريقة التحضير. غناخد الكركم ديالي وغادي نوضع الكمية اللي بغيت في الإناء ديالي، أيضا القرفة. وغادي نخلط جميع المكونات ونرجع لكم ان شاء الله. اكيد ممكن تضاعفوا الكميه، ما عليكم الا تاخذوا الحليب البودره ديالكم وتزيدوه، يعني تزيدوا الكميه، يعني تعملوا واحد جوج معالق كبار، ثلاثه اربعه كبار ديال الحليب ديال الجسم ديالكم اللي غادي تدهنوا به الكرش. وايضا توضعوا الكميه كثيره ديال الكركم. انا هنا وضعت الكميه اللي غادي تكفيني هي والقرفه، فممكن اكيد تضاعفوا الكميه بالنسبه للسيدات اللي غادي يسولوني في خانه التعليقات. اكيد ممكن تضاعفوا الكميه، يا لما لا، يعني الكميه دائما كيف ما تنقول لكم انا في جميع وصفاتي كتبقى على حسب الرغبه شخصيه، هي رغبه شخصيه وكتبقى على حسب رغبه كل سيده وكل فتاه. دابا غنخلط جميع المكونات ومن بعد ان شاء الله ارجع لكم، فابقوا معايا. وبعد ما خلطت جميع المكونات صبحت عندي النتيجه على هذا الشكل هذا. دونك حسيت بالكريم شويه ثقيل، داكشي علاش زدتو الحليب اكثر. كيف ما قلت لكم ملي تحاولوا تضيفوا البودرات دائما، سواء ديال الارز سواء ديال اي مكون اخر، دائما عرفوا العبار او بالاحرى عرفوا المقياس. يعني الا جاتكم البودره شويه قاصحه فحاولوا تزيدوا اما السوائل اللي عندكم او الحليب اللي هو غادي تستعملوه في الوصفه. انا هنا زدت ضعفت الكميه اكثر، كم ساتجيني الكميه هي هذيك لانه كثرت في بدايه الفيديو البودرات ديال الكركم ايضا ديال القرفه. من بعد الصباح عندي الكريم اللي كيجي على هذا الشكل هذا، هو قابل انني يعني نخبيه نبقى نستعملوه يوميا، يعني كل ليله في الليل تستعملوه لدهن الكرش ديالكم. وباش غادي تدهنوه ممكن تدهنوه بقطع قطن او باليدين ديالكم ومن بعد تغسلوهم اكيد، لانه كيبقى الاصفرار نوعا ما شويه في اليدين ديالكم، فضروري ما تغسلوهم حتى البطن ديالكم، غيبقى لكم واحد شويه ديال الاصفرار. ولكن ما تخافوا ما والو، لانه الشيء اللي غيخلي لكم الاصفرار هو الكركم، لانه هنا استعملت الكركم ديال الطبخ. ممكن تاخذوا الكركم ديال جمال، هو كيتباع عند العطاره وعند العشابه ايضا، غتلقوه باغتو. الا ما بغيتوش الاصفرار فممكن تاخذوه ديال جمال، او بالاحرى ممكن تجيبوه و يعني طحنوه باليدين ديالكم. سينو ممكن تاخذوه ديال المنزل، واخا يخلي لكم الاصفرار ما تخافوش، حاولوا تغسلوا اليدين ديالكم بالصابون. وبالنسبه للكرش دائما استعملوا قطع مبلله بالماء الورد والقطن، وان شاء الله انفا تفوت واحد ساعتين او ثلاثه سوايع لو ماكسيموم غادي تمشي لكم الاصفرار، فما تخافوا ما والو. بالنسبه للسيدات اللي غادي يكتبوا لي في خانه التعليقات. وفوالا هذا الكريم هذا قابل كيف ما قلت لكم تستعملوه، يعني كيدي لمده
اسبوعين حتى لثلاثه الاسبوع الا كنتو كتستعملوه كل يوم في الليل، فهو قابل ايضا انكم تخبيه حتى شهر لمده شهر بالكامل، ما عنده حتى خطوره، ما عنده حتى حاجه. وكيف ما شفتوا درنا مكونات اللي هما بسيط سهلين مجربين ومضمونين 100%. جيسبر وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم البنات، جربوها وتردوا علينا في خانه التعليقات، وان شاء الله النتيجه كتبان من الاسبوع الاول. ولكن الا داومتوا على الوصفه كل يوم في الليل غتحصلوا ان شاء الله على النتيجه من اول اسبوع، ولا ما كنتوش كداوموا عليها فالنتيجه غتعطل عليكم شويه، تقدر تفوت اسبوعين الى ما فوق، وتقدر اكيد تكون قل على حساب المداومه ديالكم على هذه الوصفه هذه. جيسبر الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. يا ربي ما تنساوش انكم تدعموني بلايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، ايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. شكرا لكم دائما على حسن المتابعه، ما تنسوش انكم تشتركوا بالضغط على زر اشترك او الاشتراك، ايضا ضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس كم ستصلوا بكل ما هو جديد، وايضا تخليوا لي رسائلكم الرائعه في خانه التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله في لو بروشين فيديو. السلام عليكم.